المفروض دي تاني مرة نتقابل فيها، بس مش يعني تاني مرة في الجزء بتاع مهمة التسويق، أو الجزء اللي كنا بنتكلم فيه على إن إحنا هنشتغل على الماركتينج من A to Z. والمفروض المرة اللي فاتت اتكلمنا عن نقط معينة، شرحنا فيها كل النقط اللي المفروض نخلي بالنا منها وإحنا شغالين في الماركتينج، أو وإحنا بندرس ماركتينج المفروض نخلي بالنا من إيه أو هنشتغل على إيه. اتكلمنا في الجزء بتاع الانترودكشن في الماركتينج، وقلنا ازاي في جزء الانترودكشن هنخلي بالنا في نقط الدراسات بتاعت السوق والماركتينج وكل التفاصيل اللي فيها، واتكلمنا بتاع الجزء بتاع الكاستمر بيهيفير بكل تفاصيلها، والجزء بتاع انوفيشن ماركتينج وبيئة العمل، والجزء بتاع الريتيل ماركتينج والاستراتيجي بتاع الماركتينج، والجزء بتاع الايه الماركتنج بشكل عام وكل تفاصيل ايه الماركتنج. تمام، طبعا عشان الناس تبقى عارفه، او الناس اللي داخله اول مره، او ناس كتير سألت على بتاعت المره اللي فاتت، المفروض الناس هتخش على الشانل هتلاقي عليها كل حاجه بتاعت اليوتيوب، هتلاقي في بلاي ليست لوحدها، في البلاي ليست دي هتلاقوا كل ايه فيديو بنحضره او ميتود موجود في البلاي ليست دي، وكل البلاي ليست التانية دي كل اللقاءات ايه بتاعتنا اللي كانت قبل كده على حسب موضوعاتها، ايا كانت فيسبوك يوتيوب سيلز فانيل بزنس بلان، على حسب ايه كل فترة التوبيك اللي بنتكلم فيه بيكون محطوط في بلاي ليست لوحده. تمام، ده كده الجزء اللي كنا بنتكلم فيه، واللينكس المفروض بتنزل على الجروب، في على الجروب بنتكلم في الجزء بتاع الموضوعات اللي هنتكلم فيها والمرة اللي جاية والكلام ده كله، واللينك بتاع الفيديو بعد ما بيتسجل بينزل على الجروب برضو هنا، ومتابعة الموضوع كله بيمشي على ايه على الجروب. تمام، ده كده كده ايه الجزء اللي احنا كنا بنتكلم فيه، او الجزء اللي احنا علشان بس الناس اللي المرة اللي فاتت سألت احنا ابتدينا امتى، طب المرة اللي فاتت عايزين نشوفها والقصص دي كلها. المفروض هنمشي ازاي؟ هنكمل زي ما احنا ستيب باي ستيب كل حاجة الفترة دي، او المهم عندنا الاول ان احنا نفهم الاول الاندستري نفسها، مجال الايه الماركتنج نفسه وكل التفاصيل بتاعته، يعني كل التفاصيل بتاعت الماركتنج من A to Z، اللي هو انا دلوقتي في المجال المفروض دخلت ازاي، طب انا فين، طب اعمل ايه، طب طبيعة المجال اصلا ماشية ازاي عشان اقدر اطور من نفسي او اذاكر الماركتنج، طب انا ذاكرت الشوية دول، هل الشوية اللي انا ذاكرتهم دول كفاية ولا لا، ولا اذاكر في حاجات تانية المفروض اخلي بالي منها، والجزء ده طب المفروض ايه الفرق ما بين الديجيتال وما بين الماركتنج، طب ايه الفرق ما بين التفاصيل بتاعت شغلي لو انا شغال في اندستري معينة او شغال في مجال معين المفروض هعمل ايه، والقصص دي كلها. تمام، كل الكلام ده المفروض ايه هنتابعه وهن ايه هن هنشتغل عليه وايه ونشوف. طيب الفكره بقى هنا برضو في ايه، انت تخصصك ايه في المجال، يعني برضو انا دلوقتي بتاع كونتنت، فانا المفروض افهم الكلام ده ولا لا، ولا المفروض اعمل ايه، ولا الكلام ده مش تبعي، طب انا لو بتاع اي سي او، طب انا لو بتاع حاجه معينه المفروض ايه الكلام ده كله. تمام، طيب خلينا كده نبتدي الاول ونشوف الايه التفاصيل بتاعت الماركتنج نفسها، او التفاصيل بتاعت الماركتنج نفسه. هل الكلام ده مهم بالنسبه ليك ان انت تعرف اساسيات الماركتنج والواي بتاعك وتمشي ازاي والقصص دي؟ اه بالنسبه لك مهم جدا. طب ليه مهم؟ لان احنا عندنا جزئين، عندنا جزئين في مجال ايه الماركتنج، عندنا جزئين مهمين جدا في مجال الماركتنج. جزء بروفيشنال اللي احنا بنفهمه دلوقتي، اللي احنا عايزين نعرفه دلوقتي، وده المعلومه دي غايبه عن ناس كتير، ناس كتير بيحصل عندها دروبس اصلا وهي بتشتغل بسبب ان هي مش فاهمه النقطه دي. تمام، ان احنا عندنا الماركتنج بيزكس اساسيات، دراسه السوق، دراسه العملاء، دراسه المنافسين، البراندنج، الكاستمر بيهيفير، كل الحاجات والكلام ده كله، ده اساسيات التسويق. ده كله ايه اساسيات التسويق، تقريبا الكلام ده كله انا شرحته قبل كده، بس يعني نعدي فيه سريعا عشان ده يعني بروسيس لازم ايه نعدي عليها واحنا ماشيين عشان الناس تبقى ملمه بكل حاجه. طب ده اساسيات التسويق، بعد ما نفذت خلاص وعرفت
كل الاساسيات بتاعه التسويق، المفروض بعمل جزء امبلمنتيشن، جزء امبلمنتيشن اللي هو انا خلاص فهمت السوق وفهمت العملاء وفهمت المنافسه، بعمل بقى كامبينز از ديجيتال ماركتنج او تراديشنال ماركتنج. طب التراديشنال ايه؟ اللي هو اليوفط والبانرات والرولابس وبلا بلا بلا والحاجات دي والجرايد والكلام ده كله. طب الديجيتال ده ايه؟ اللي هو كل حاجه ليها علاقه بالديجيتال ماركتنج او اي حاجه ديجيتال زي السوشيال ميديا او الاونلاين ماركتنج ايا كان. طبعا جوجل ويوتيوب مش من ضمن السوشيال ميديا، ده اللي بيفرق. كلمه سوشيال ميديا، السوشيال ميديا هي اي حاجه فيها شات، اي حاجه فيها شات او مسجز ما بينك وما بين ايه اي حد تاني. ده الفرق ما بين الديجيتال وما بين ايه التراديشنال ماركتنج. التراديشنال احنا بنتكلم في احنا اي اعلانات معموله او اي حاجات معموله، اليوفا وبنات والجرايد والكلام ده كله تراديشنال. والديجيتال هي حاجه ديجيتال ماركتنج زي ما قلنا الفيسبوك وانستجرام اونلاين زي جوجل ويوتيوب والكلام ده كله. تمام، ده الفرق ما بين ده وما بين ده. وده كله جزء الامبلمنتيشن ده او جزء التنفيذي ده. كل الاجزاء بتاعت التنفيذي دي، كل الاجزاء بتاعت الجزء التنفيذي دي هنا في ده جزء التنفيذي، كل الاجزاء بتاعت التنفيذي ده الجزء التنفيذي كلها، جزء الكونتنت، جزء الاعلان، جزء الاي سي او، الحاجات دي كلها جزء امبلمنتيشن. حاجات كلها ايه؟ جزء امبلمنتيشن. يعني الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها المره اللي فاتت دي كلها حاجات بروفيشنال ماركتنج، حاجات في اساسيات الماركتنج زي ما قلنا، دراسه المنافسين والعملاء ودراسه السوق وفهم السوق والبراندنج وكل الكلام والبراندنج والكلام الكبير اللي احنا قلناه المره اللي فاتت دي. جزء الامبلمنتيشن بقى ده التخصصات اللي بتكون جوه الشركات بشكل شائع اكتر وبشكل متوسع اكتر. يعني ايه؟ يعني مثلا لما حد يجي يقول لك والله انا محتاج حد براندنج، فهو بيدور على حد فاهم جزء جدا بروفيشنال واساسيات ايه الماركتنج. طب هو بيدور دلوقتي على حد يشتغل مثلا كونتنت او يشتغل ميديا باير او يشتغل اي حاجه، فهو بيدور على حد تنفيذي، حد ينفذ الكلام اللي بيقوله المدير بتاعه اللي فاهم ايه ماركتنج. تمام، فاحنا عندنا في الماركتنج الاستراكشر ده يعني مهم جدا جدا جدا، لازم تكون فاهمه ولازم تكون ايه عارف اللي هو انت كل الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده، كل الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده عندك جزئين، جزء بتشتغله ماركتنج بروفيشنال، انت بتدرس المنافسين والعملاء والكلام ده كله، والجزء الثاني تنفيذي امبلمنتيشن بتوع الكونتنت والكلام ده. طب تعالى كده مثلا لو احنا في المجال والمفروض بتكون شغال على ايه والبروسيس بتاعتك بتكون ماشيه ازاي، اول حاجه لازم تكون فاهم البيزكس اوف ماركتنج، اساسيات التسويق اللي احنا اتكلمنا عنها المره اللي فاتت وهناخدها بالتفصيل قدام، وهناخد شرح كل واحده وناخد عليها تاسكس والكلام ده كله وهننفذها، بس ده محتاج تفهم السايكل ماشيه ازاي. تمام، طيب اللي بيحصل ايه او التفاصيل اللي هتمشي ازاي، لازم تكون فاهم كويس جدا جدا التخصص اللي انت داخله، تكون فاهمه بشكل كبير جدا. طبعا لا غنى على ان انت تكون انت فاهم الجزء بتاع البروفيشنال، فاهم كل حاجه في اساسيات الماركتنج. طيب خلاص انت فاهم كل حاجه في اساسيات الماركتنج، تيجي بقى لحته التنفيذ. حته في التنفيذ لازم تكون فاهم كل التخصصات بتاعه ايه، انت فاهم التخصص بتاعك كويس جدا. انا بتاع كونتنت، فانا فاهم الكونتنت كويس جدا جدا جدا، فاهم ال انا بتاع اي سي او، فانا فاهم الاي سي او كويس جدا جدا، فاهم الاعلانات، فانا فاهم الاعلانات كويس جدا جدا. طب خلاص فاهم الاعلانات او فاهم التخصصات، طب التخصصات دي ايه؟ هناخد كل التخصصات دلوقتي سريعا عشان تكون فاهمها، ومهمتك انك تعمل سيرش عن كل تخصص لوحده علشان نكمل في الاجزاء دي. تمام، طيب جزء بعد كده البوزيشنز. انت دلوقتي خلاص انت كونتنت سبيشالست، بعد كده بقيت كونتنت ليدر، بعد كده بقيت بتاع ميديا باير، لو انت ميديا باير جونيور ميديا باير، بعد كده بقيت بيزكس، بقيت سبيشالست في الميديا باير، بقيت متخصص اي سي او، بقيت خلاص بتعلى في الليفز، بقيت مدير، بقيت كذا وما الى ذلك. التخصص ايه المناصب بقى بتاعتك البوزيشنز. طب ايه تاني ناقصني عشان ابقى ماركتير بشكل محدد وبشكل فاهم؟ لازم تكون فاهم كل البلاتفورمز او كل القنوات اللي بتطبق عليها. يعني لو انت بتاع ايميل ماركتنج مثلا، بتاع الايميل ماركتنج بيعمل ايه؟ او لازم يكون فاهم البلاتفورم بتاعت الايميل بشكل كبير جدا. طب لو هو مش فاهم، يبقى هو مش فاهم ايميل ماركتنج اصلا، خلاص دي حاجه من الاساسيات.
طب بتاع الميديا باير لازم يكون فاهم جوجل اد، لازم يكون فاهم فيسبوك، لازم يكون فاهم اعلانات الشوارع، لازم يكون فاهم الاعلانات بتاعت اليوفت والجرايد والتلفزيون والكلام ده كله عشان يبقى ايه ميديا باير. تمام، دي الخريطه اللي لازم تكون واخد بالك منها جدا 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 وانت ماشي، واللي عنده سؤال يبعته في الشات واجاوب عليه في الاخر، او يكتبه عنده وايه يسالني فيه اخر ايه التوبيك ده. طيب انت عندك بقى التخصص بتاعت التسويق، عندك كونتنت كريتور بتاع الكونتنت. تمام، انا عايزك تاخد التاسك بتاعك او المهمه بتاعتك علشان تبعتها لي على الميل، تاخد كل تخصص، تاخد كل تخصص من التخصصات دي وتسيرش عنها لو انت مش متخصص او انت لسه في البيزكس. عندك كونتنت كريتور بتاع الكونتنت، عندك الكوبي رايتر طبعا يفرق كتير عن بتاع الكونتنت. تمام، عندك الجزء بتاع او التخصص بتاع ميديا باير، ده حد بتاع اعلانات. عندك التخصص بتاع الماركتنج بلانر، عندك تخصص كمان بتاع الماركتنج ريسيرشر، عندك تخصص سيرش انجن اوبتمايزيشن، ده تخصص كمان بتاع السيرش انجن اوبتمايزيشن الاي سي او، عندك تخصص الافلييت ماركتنج، الناس شغاله افلييت ماركتنج بس. خلاص، بالمناسبه مش لازم التخصص يبقى انا شغال جوه شركه، عادي ممكن حد يكون متخصص في ماركتنج بس في حته تانيه وشغال فريلانسر، عندك حد فاتح بيزنس بس متخصص في حته معينه في الماركتنج، عادي جدا ما تربطش نفسك بالشركات، وده اللي ايه هنعرفه دلوقتي في الجزء بتاع الشركات. طيب عندك ايه تاني المفروض بتشتغل عليه، او عندك ايه تاني انت بتسبورت فيه؟ عندك الجزء بتاع قلنا خلاص الافليت، الجزء بعد كده دروب شوبينج، لازم تكون عارف الفرق ما بين الافليت ماركتنج وما بين الدروب شوبينج. تمام، دي كلها تخصصات، دي كلها تخصصات في الماركتنج. تمام، عندك ايميل ماركتنج، ده تخصص تاني وليه برضه الكارير بتاعه وليه ناس واخده باع كبير جدا جدا فيه ومحققه فيه نتائج هائله جدا جدا. عندك الجزء بتاع الببليك ريليشنز، العلاقات العامه، ده تخصص تاني. عندك الداتا ايه انالايتس، عندك بعد كده البراند ايه مانجر والبراند مانجر، عندك الداتا ايه انالايتس، وعندك الويب اسيستنت. الويب اسيستنت ده برضو ناس بقت متخصصه جدا جدا في المواقع الكبيره نظرا لانتشار المواقع. عندك بعد كده في ناس متخصصه في الويب سايت، هي تمسك الويب سايت بتشتغل عليه من اي تو زي. تمام، طبعا التخصصات بقى بعد كده الجزء بتاع البوزيشن، عندك جونيور سبيشاليست، تمام، مانجر، دايركتور، بعد كده بتطلع فايس بريزنت وما الى ذلك. طب هل انا ملزم ان انا امشي بالخريطه دي، ملزم ان انا اكون جونيور علشان اطلع سبيشاليست وبعد كده مانجر؟ لا، ده النورمال، ده الكلام الاكاديمي العام اللي انت ممكن تكون فاهمه بشكل عادي جدا، بس مش لازم تمشي بيه عادي خالص. انت ممكن تكون جونيور وبعد كده تسيب الشغل جوه الشركه تروح تفتح بيزنس نفسك، تبقى اصلا وانت فاهم ماركتنج بشكل كبير، تبقى اصلا اي سي او اصلا. تمام، او كو فاوندر او الكلام ده كله. تمام، فانت مش محتاج ان انت تمشي بالخريطه دي بشكل موضح وبشكل ثابت، ده بناء على ايه اللي بيحصل. طبعا بقى طبعا المره اللي فاتت فهمنا البيزكس اوف ماركتنج والحاجات دي كلها. طيب المفروض بقى اللي بيحصل ايه، او المفروض الزتونه بقى بتاع المواضيع دي كلها علشان تبقى انت فاهم كويس جدا جدا جدا. اولا لازم تكون فاهم اساسيات الماركتنج، ده اللي احنا ايه قلنا المره اللي فاتت، تكون فاهم اساسيات الماركتنج. بعد ما تفهمت اساسيات الماركتنج بعد كده بتبتدي تتخصص في تخصص من التخصصات اللي اتكلمنا عنها دي كلها. تمام، علشان تكون حد فاهم ماركتنج ومتخصص في جزء معين في الماركتنج. طيب بعد ما انت فهمت اساسيات الماركتنج وبقيت متخصص في جزء في اجزاء الماركتنج، بتبتدي بعد كده بتبني نفسك في البوزيشنز مع الوقت، وتقدر ازاي تعمل امبلمنتيشن سواء ديجيتال ماركتنج، او تقدر تعمل امبلمنتيشن على الجزء بتاع تراديشنال ايه ماركتنج. تمام، ده كده بارت مهم جدا جدا جدا، ويعني لو فهمته بشكل كويس جدا جدا هتقدر تبني استراتيجي بتاعتك لقدام، تقدر تبني استراتيجي بتاعتك لقدام وازاي تطلع بنفسك في المجال، حتى لو انت بادئ بدالك سنتين ثلاثه، حتى لو انت مبتدئ من البدايه، ايا كان وضعك ايه بالظبط. انت كده كده محدش فينا ما بيبنيش لنفسه مابس، انا لحد 10 سنين في المجال لحد دلوقتي ببني خريطه لنفسي عشان اطلع لقدام. فانت طول ما انت في المجال لازم تعمل كده. تمام، طيب خلاص فهمنا الاجزاء دي وعرفنا الاجزاء اللي احنا شغالين فيها دي ماشيه ازاي،
والقصص دي كلها، لا خلاص لازم انت ايه تكون فاهمها بشكل كبير جدا. تمام. طيب بالنسبه للناس بتسال على الفايل ده، ابعته لكم اوكي، ما فيش اي مشكله، على الميل زي ما قلت لكم احنا بنتابع مع بعض على الميل. المره اللي فاتت في ناس بعتت لي الحاجات اللي فهمتها وعملتها ورسمتها، وهنا في ناس بعتت اسئله على الميل ورديت عليها. فانا معاكم في اي حد محتاج اي حاجه يبعت لي على الميل، مفيش اي ايه مشكله. طيب خلاص احنا فهمنا الجزء ده، وبالنسبه لنا بشكل ما فيهوش اي مشكله. كل اللي عليك عشان تبعت لي على الميل التاسك ده، تفنط كده التخصصات دي لو انت مش متخصص في جزء معين، تمام، وتقول لي والله انا فهمت التخصصات دي وبفكر ان انا ابني لنفسي التخصص ده، وانا لو محتار ما بين تخصص وتخصص نبتدي ايه ندسكاس الدنيا فيها، واقول لك ايه انهي بالنسبه لك انهي بالنسبه لك افضل، او انهي بالنسبه لك انت تبتدي بيه وندسكاس القصه دي. تمام. طيب خلاص احنا فهمنا الجزء ده، بقى تعالى بقى نخش بقى ايه في الكلام العملي بقى، الكلام ايه العملي بقى، ونشوف بقى ايه الدنيا الاوسع بقى. خلاص انا فهمت انا هعمل ايه، انا هاخد الاساسيات وبعد كده اتخصص وبعد كده على في البوزيشنز وتطبق على كل البلاتفورمز. خلاص طب دلوقتي احنا هنبتدي بقى فعليا في دراسه الايه الماركتنج. خلاص هيبتدي في دراسه الماركتنج، لازم تكون فاهم في الجزء بتاع دراسه الماركتنج، الماركتنج اصلا يعني ايه. تمام. الماركتنج اصلا يعني ايه ماركتنج. انا دلوقتي لما انا اجي اتكلم عن الماركتنج لازم أنا اكون فاهم الماركتنج ده بيعمل ايه، او الماركتنج ده بتاع ايه، او البيزكس اوف ماركتنج، او الاساسيات بتاعه التسويق ايه هي اصلا، تعريف التسويق ايه، وانا المفروض فاهمه صح ولا لا، وهل التعريف اللي انا عارفه يختلف عن تعريف تاني ولا كل التعريفات واحده، هل التعريف اللي انا عارفه او اللي انا مطلع عليه بيحصل يعني بيحصل عليه تغيرات، يعني هل التعريف اللي انا عارفه عن الماركتنج ده واللي بيحصل في الماركتنج بيحصل عليه تغيرات، ولا انا لا هو نفس التعريف، الماركتنج هو ما بيتغيرش والكلام ده كله. لا، هو تعريف الماركتنج بيتغير، تعريف الماركتنج بيتغير، وده اللي ناس كتير مش واخده بالها منه، ان انت لا انت مع اختلاف الاسواق ومع اختلاف الاودينس وتفاصيلهم واحتياجاتهم وطرق استلامهم للاحتياج او سد احتياجاتهم وطرق حصولهم على البرودكتس، فالتعريف نفسه بيتغير. طيب التسويق في ناس كتير يعني عارفاه على ان هو اعلان وبيع، هو اعلان وبيع، يعني انت دلوقتي تعمل اعلان على التلفزيون او على فيسبوك او ايا كان، انت لا انت بتبيع او انت عندك كده ايه مبيعات، لا هو انت التسويق حاجه والبيع حاجه، ده جزء وده جزء، عشان نبقى فاهمين بشكل كويس ان او الاختلاف ده. فانت عندك التسويق حاجه وعندك البيع ده جزء تاني، والبيع ده ملوش علاقه او مش ملوش علاقه، هو ستيب مختلفه تمام عن ايه الجزء اللي احنا بنشتغل فيه، او ستيب تانيه مكمله، انما الاثنين مش واحد، الاثنين ايه مش واحد. طب التسويق بقى ايه هو بقى، او يعني خلاص ماشي، ايه هو بقى التسويق لما احنا عرفنا ان هو مختلف ومتغير والكلام ده كله، هو سد احتياجات العملاء، هو همزه تعريف كده، هو همزة الوصل أو نقطة الوصل ما بين السوق نفسه واحتياجات العملاء وما بين الشركات. يعني أنا دلوقتي عندي احتياج معين إن أنا أتعلم الموافقين، حلو جدا تمام، وأنا مثلا في أكاديمية مثلا أو جروب مثلا اسمه ماركتنج كوميونيتي بيقدم خدمات إن هو بيعلم الناس الماركتنج، حلو جدا. الماركتنج بقى دوره هنا إنه يوصل احتياجك ده تمام جروب مثلا بتاعك ماركت كوميونتي او للاكاديميه اللي بتدي ماركتنج تمام، ويقول لها ان في ناس محتاجه ماركتنج، فتبتدي الشركات تتحرك ان هي تسد الاحتياج ده، الشركات تبتدي ان هي تسد الاحتياج ده، هو ده الماركتنج، ان هو سد احتياجات الناس بمنتجات وخدمات من الشركات تمام، وان هو يلبي احتياجات الشركات من تحقيق ارباح بناء على الاحتياجات بتاعت الناس، بناء على احتياجات ايه الناس. فاحنا عندنا
الماركتنج هو تلبية احتياجات العملاء، تمام، من خلال انتاج من الشركات او من السيرفيس اللي بتقدمها الشركات. ده كده ببساطة جدا التفسير او المصطلح بتاع الماركتنج، هو همزة الوصل ما بين، او نقطة الوصل ما بين الاحتياجات وما بين الشركات، ما بين الاحتياجات وما بين ايه الشركات. يعني اي شركة عندها احتياج معين، اي شركة عندها احتياج معين، احنا كشركة بنبتدي ايه نقدمه، احنا كشركة بنبتدي ايه نقدمه. دي ايه اهم نقطة ومن النقط المهمة جدا جدا اللي ايه لازم نخلي بالنا منها ونكون فاهمينها بشكل كبير جدا جدا. تعالى كده نقول الكلام ده بشكل براكتيكال اكتر. ده هنا مثلا نقول ايه التسويق، تمام، فانت عندك التسويق خلاص، هنا ده التسويق، وانت عندك هنا، تمام، عندك هنا ايه احتياجات. هنا نكبر الكلام ده عشان الناس ايه تشوف. احنا عندنا التسويق، طيب عندك هنا التسويق وعندك احتياجات، احتياجات العملاء. طب عندك هنا الناحية التانية ايه الشركات والمؤسسات. حلو، طيب احنا دلوقتي عندنا التسويق هنا هو همزة الوصل ما بين احتياجات العملاء وما بين الشركات والمؤسسات. ده بقى بيفسر لنا ايه بالظبط؟ بيفسر لنا ان دور التسويق بس مش بيقتصر على ان انا بماركت برودكت، ما يجيش هنا الشركة تطلع المنتج نفسه، تمام، ويجي هنا الناس عندها احتياجات، تمام، وانا المفروض دوري ان انا اوصل المنتج ده للناس، دوري ان انا اوصل المنتج ده للناس. لا، انت دورك مش ان انت توصل المنتج ده للناس، انت دورك ده هنا كده الماركتنج. انت دورك مش ده بس، انت دورك ان انت تفهم النقطة دي بتاعت احتياجات الناس علشان على اساسها تبني منتج، على اساسها تبني ايه منتج، على اساسها ايه تبني منتج. طيب لو انت ما فهمتش بشكل كويس جدا، ما فهمتش بشكل كويس جدا احتياجات الناس، يبقى انت كشركات هتبني غلط. طب الماركتنج بقى هنا ظروفه ايه في الموضوع ده، او المفروض ان هو يعمل ايه في الموضوع ده، شغلانته بتعمل ايه، او المفروض ان هو يعمل ايه بالظبط؟ لا، انت هنا كماركتنج، انت كماركتنج دورك ان انت تفهم احتياجات الناس دي، احتياجات الناس دي، وبناء عليها تبني للشركة دي منتج يلبي الاحتياجات دي، تمام؟ طيب ده كده باختصار الماركتنج عشان تكون فاهم. يعني انت دورك ان انت تبني من البداية للنهاية. طب ولنفترض ان احنا خدنا المنتج ده كده، تمام، وخدنا المنتج ده وديناه للناس. حلو، خدنا المنتج ده ايه وديناه للناس. طب الناس بعد ما خدت المنتج ده قالت ان المنتج ده مش هينفع، مش هو ده اللي بيلبي احتياجاتي، ولا ده اللي انا كنت متوقعاه، سواء بقى من ناحية الاسعار، سواء من ناحية التغليف، سواء من ناحية المنتج نفسه، سواء ايا كان التفاصيل ايه، او ايا كان الجزء بتاع المنتج نفسه، تمام. لا، لازم خلاص انا اكون فاهم ان احتياجاتي، تمام، كعميل لازم بتاع الماركتنج يشتغل عليه عشان انا بتاع منتج ايه يديني الاحتياج ده واكون فاهمه بشكل كويس جدا جدا. فده كده القصه بتاعت الماركتنج، ده كده التفاصيل بتاعت الماركتنج بشكل عام جدا، عشان بس ما تبقاش انت حاطط في دماغك ان انا بتاع ماركتنج هاخد المنتج ابيعه. ما ينفعش مثلا تيجي شركه تقول لك والله انا بنزل منتج مثلا فرنتشر، او بنزل مثلا منتج مثلا موبايلات. حلو جدا، طيب وعايزك تسوقهولي، تمام، علشان اوديه للناس. طيب المنتج ده ملوش احتياجات عند الناس بشكل كبير، في منافسة عالية جدا، وكذا شركة وكذا مؤسسة بتدي الاحتياجات دي، كذا شركة بتدي الاحتياجات دي، فانت لازم تكون فاهم. لا، مش اي منتج هتاخده ايه تسوقه. طب تعالى كده، هل الشركات والمؤسسات مختلفة؟ انت عندك الشركات والمؤسسات اللي بتأدي المنتجات كتير جدا، عندك الشركات والمؤسسات كتير، يعني ادي شركة وخلاص. الاول كان ممكن شركة وتأدي منتج معين، انما دلوقتي عندك شركات كتير، وعندك الناس عندها احتياجات كتير، عندك الناس عندها احتياجات كتير، ادي الناس وعندها احتياجات مختلفة. طيب انا بقى كابتن ماركتنج بقى دوري ايه في الجزء ده؟ ان انا
اشتغل على تقسيم شرائح السوق، والله دي شريحة من الناس عايزة السعر حلو، طب دي شريحة من الناس عايزة الجودة، تمام، دي شريحة من الناس عايزة الجودة، والله دي شريحة من الناس والله عايزة الشكل والتغليف، تمام، طب دي شريحة من الناس والله بتدور على خدمة ما بعد البيع. طيب انا بتاع ماركتنج بقى يهمني القصص دي كلها، اه طبعا يهمني القصص دي كلها، انا هنا بتاع ماركتنج لازم أن اكون فاهم الكلام ده كله وعارفه بقى. انا بقى دوري هنا بيجي ان انا اقول لك انت يا شركة من الشركات دي هتعملي ايه مع الكلام ده كله، هل هتشتغلي على الجزء ده ولا الجزء ده ولا الجزء ده، هل الناس دي معاها فلوس فبالنسبة لها مش مهم السعر المهم بالنسبة لها الجودة، ولا الناس دي معهاش فلوس فبالنسبة لها السعر مهم، ولا الناس دي بتحب جدا ان هي يكون الناس مهتمية بيها واول شركات مهتمة بيها فتتابع الخدمة بتاعتهم، ولا انتم محتاجين الشكل والتغليف بيبهرهم فهم نوعية سيدات من سن كذا لسن كذا فبالنسبة لهم الشكل والتغليف مهم، فانت كشركة لازم تشتغل على النقط دي، فاهم، ده كله بتاع شغل الماركت. طب والله جه مثلا بتاع التغليف قال لي والله احنا هنغلف بالشكل ده علشان، او نغلف المنتج ده بالشكل ده علشان بنقلل في المصاريف شويه عشان كده احنا بنصرف كتير، اقول له لا خد بالك انا انت عندك جمهور مش هينفع. طب جه والله بتاع المبيعات قال لك والله ده الناس بتشتكي من الخامات مش حلوه، خلاص يبقى انت ريليتد بتاع التسويق بيه بتاع المبيعات، هتيجي تشتغل على الجزء ده عشان تشوف الناس احتياجاتها ايه. والله هتيجي ما هيجي مثلا بتاع الدفع مثلا، والله الناس عايز تشتري بس مش عارفه تدفع وتشتري منين، مش لاقيه المنتج، فانا بشتغل على الايه، على الجزء بتاع الحاجات بتاعت الدفع، تمام. طب انا بتاع تسويق دوري بيتحصر في حاجات معينه، لا انا ممكن ادخل في كل ايه الاجزاء، ادخل في كل الاجزاء بتاعت الماركتنج عادي جدا، تمام، انا ممكن ادخل في اجزاء ايه مختلفه، يعني مثلا انا عندي ممكن ادخل في الإعلان، تمام، والمكان بتاع المنتج نفسه، وبدخل في السعر، تمام، اللي هو الجزء بتاع الماركتنج ميكس، بدخل في السعر، بدخل في الإعلان، بدخل في المكان، تمام، وبدخل في المنتج نفسه، تمام، دي حاجة كده بتاع الماركتنج بيشتغل عليها الأربعة دول كده، من غير بقى ما أقعد أقول لك فور بيز والماركتنج ميكس والكلام الكتير ده مهم، اه بس انت انا مهم بالنسبه لي ان انت تفهم الجزئيه دي بشكل اهم، او اهم ان انا اقول لك بقى مودلز والكلام ده دلوقتي، تمام، قصه المودلز دي هنخش لها بس انا مهم تفهم دلوقتي، انت كبتاع تسويق بتشتغل على الكلام ده كله، بتشتغل على السعر وبتشتغل على المنتج وبتشتغل على المكان وعلى الاعلان، الاعلان انت هتارجت الكلام ده، او انت الشركه دي هتوصل باعلان ازاي للناس دي، انت هل الناس دي هيناسبها السعر اللي بتقدمه الشركه دي، هل المنتجات اللي بتقدمها الشركه دي مناسبه للناس دي، هل الناس دي محتاجه المنتج ده، هل المكان اللي بيجمع ما بين الناس واحتياجاتهم وما بين الشركه بمنتجاتها مناسب والناس بتلاقيه سواء اونلاين سواء اوفلاين سواء ماركت بليس سواء ستور او ايا كان، ده بقى ايه شغلانتك، ده كله بتاع شغل الماركتنج، ده كله شغل ايه بتاع الماركتنج، ده كله شغل بتاع الماركتنج، تمام. ف كحتة ماركتنج احنا خلاص فهمنا الجزء ده، وانت اصلا بتاع ماركتنج فهمت خلاص يعني ايه التسويق، والتسويق ده بالنسبة لك انت بالنسبة لك فاهمه بشكل كبير وعارف ايه التسويق بيشتغل على ايه بشكل كبير. طب انت دلوقتي انا بتاع تسويق، انا بتاع تسويق، طيب ايه الحاجات اللي ممكن اسوقها، يعني ايه اللي ممكن اسوقه، طب انا دلوقتي ايه اللي ممكن اسوقه، تمام، ايه الحاجات اللي انا ممكن اسوقها، انا دلوقتي شغال في شركه او شغال في ايجنسي، او انا شغال في منتج بتاعي، شغال في ايا كان شغال في ايه، ايه اللي انا ممكن اسوقه، ايه نوعيه الحاجات اللي انا ممكن اسوقها، تمام، خلاص احنا فهمنا طريقك ايه بتسوق ازاي او بتشتغل على ايه، وعرفنا دلوقتي ان انت ممكن ايه تسوق ازاي، طب ايه الحاجات بقى اللي انا ممكن اسوقها، تمام، الحاجات اللي احنا ممكن نسوقها او ايه الخدمات اللي انا ممكن اسوقها. مبدئيا كده انت عندك حاجة اسمها منتجات، وعندك حاجة اسمها منتجات، وعندك حاجة اسمها خدمات،
تمام. خدمات دي اللي هو انت بتقدم سيرفيس مش ملموسه، انا دلوقتي بقدم سيرفيس مش ملموسه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي بقدم مثلا رصيد، انت عايز رصيد مثلا على موبايلك عشان تتكلم بيه، فدي خدمه مش ملموسه، مش هديك الرصيد في ايدك. طب انا دلوقتي لو مثلا ببيع فرنيتشر، او على المثال اللي احنا بنتكلم فيه ببيع ايه فرنيتشر، ايه الحاجات اللي انا ممكن ابيعها مثلا كمنتجات فرنيتشر؟ والله انا عندي الفرنيتشر منتج ملموس، فخلاص ده منتج. طيب انا عندي بقدم مثلا كولز او مكالمات، بقدم ايه مكالمات، والله خلاص المكالمات دي او الرصيد ده خلاص دي حاجه مش ملموسه، حاجه ايه مش ملموسه. يعني ايه؟ انا حاجه مش بمسكها في ايدي، انا حاجه اوريدي انا بشوفها وبعملها. زي مثلا الناس اللي بتروح لدكتور نفساني، هل هو الدكتور نفساني مش بيديك منتج وانت ماشي؟ يقول لك اه بيديك منتج دواء تمام، وممكن يديك غير الدواء يديك ايه كلام نفسي يأهلك وما الى ذلك تمام. انت عندك دكتور نفساني تمام بيقدم كلام نصايح تمام، دكتور نفسي هل عندك دكتور نفسي يبقى بيقدم ايه منتجات ادويه ويقدم ايه نصايح وبيسمعك. طب دي خدمه هو بيقدمها لك، ودي منتج بايه بيقدمه لك، ده خدمه بيقدمها لك وده ايه منتج بيقدمه لك تمام. فانت عندك خدمات، وده الفرق ما بين الخدمات وما بين ايه المنتجات. طيب خلينا كده اقول نتكلم في نقطه تانية، ايه الحاجات اللي انا ممكن اسوقها؟ انا دلوقتي لو انا محتاج اسوق، ايه الحاجات اللي انا ممكن ايه اسوقها؟ الحاجات اللي انا ممكن ايه اسوقها، والله انت ممكن تسوق حاجات مختلفه زي مثلا البضائع تمام. لو انت عندك هنا بضاعه، انت عندك بضاعه ممكن ايه تسوقها، دي من الحاجات من الشركات ايه اللي بتقدمها. انا دلوقتي عندي بضاعه فانا محتاج اسوق البضاعه دي، زي مثلا القطن حلو تمام، ده بضاعه انا ممكن ايه اسوقها عادي جدا. دي حاجات ممكن ملابس تمام، دي كده حاجات ايه انا ممكن اسوقها تمام. خلاص دي بضاعه ومنتجات انا ممكن اسوقها وممكن ايه اشتغل عليها عادي جدا. طب ايه تاني ممكن اشتغل عليه؟ مثلا خدمات تمام. ايه الخدمات اللي انا ممكن اسوقها؟ استشارات مثلا، كورسات، معلومات تمام، دي حاجات ايه ممكن اشتغل عليها وممكن اسوقها تمام. فانت لازما لما تيجي تشتغل على حاجه تسوقها لازم تكون فاهم انت بتسوق لايه بالظبط، ايه نوع الحاجه اللي انت بتسوقها دي، او ايه الحاجه اللي انت ممكن تشتغل عليها ان انت تسوقها. هل انا ممكن اجيب حاجه سواقها من نفسي، او انا سواء كانت انت من نفسك او من انت بتسوقها على حسب انت هي الشركه ولا ايه بالظبط تمام. طب ايه مثلا تاني ممكن تسوقها، او ممكن مثلا تشتغل عليه؟ مثلا تعالى مثلا نشوف عندك مثلا الخبرات تمام، انت عندك خبرات في اجزاء معينه، فانت بتقدم في الخبرات دي خدمات وبتقدم تجارب انت قدمتها، فدي حاجات من الحاجات اللي انت بتقدمها وبتشتغل عليها. زي مثلا ايه مثلا عندك زي ما احنا قلنا برضو الجزء بتاع النصايح والاستشارات، مثلا استشارات تمام والتوجيهات، زي مثلا شغل المينيتور والاجزاء دي تمام. طيب الحاجات دي برضو انت ممكن ايه بتقدمها، الحاجات دي انت ممكن بتقدمها وبتشتغل عليها. طيب ايه تاني انت ممكن تشتغل عليه، او انت ممكن تسوق له الايفنتس مثلا، الاحداث تمام. ايه الاحداث؟ ايه الايفنتس تمام؟ الاحداث مثلا زي ايه؟ مثلا مهرجان سينما، مثلا معرض عقارات تمام. الحاجات دي كلها انت ايه بتشتغل عليها وممكن ايه تسوقها تمام عادي جدا، ما فيهاش اي بتندرج تحت ايه الاحداث او الايه الايفنتس. طيب غير الايفنتس تاني ممكن ايه تسوقه او ممكن تشتغل عليه؟ الاشخاص تمام. طب الاشخاص ده ازاي يعني، او انا اتسوق الاشخاص ازاي؟
زي البيرسونال براندنج، انا في شخصية عامة زي مثلا ممثل. تمام. ايه تاني؟ مثلا زي مثلا لاعب كورة. تمام. في عندنا ايه مناديب اللاعبين ومش عارف ايه والقصص دي كلها. تمام. انت ممكن برضو تشتغل على دي. ايه تاني؟ الاماكن. تمام. انا ممكن اسوق مكان زي قاعات الافراح مثلا. تمام. اماكن زي مثلا عندك هنا مثلا مصانع مثلا، منازل، القصص دي كلها. تمام. الحاجات دي كلها ممكن انت لازما لما تخش شركة او لما تيجي تشتغل على نوع معين من التسويق او منتج معين، لازم تبتدي تصنفه من اوائل التصنيفات، ان انت تفهم هل انت بتسوق لايه بالظبط، انت بتسوق لايه بالظبط، ايه الحاجات اللي انت ايه بتسوق لها. طيب ايه تاني ممكن تشتغل عليه مثلا، او حاجات ممكن انت تسوق لها؟ الحاجات الخاصة مثلا. تمام. او المنتجات المخصصة. تمام. طب ايه المنتجات المخصصة دي؟ زي مثلا انا دلوقتي في واحد قال لي انا محتاج اسوق لي البيت ده. تمام. انا ده حاجة من الممتلكات بتاعت مثلا، زي مثلا بورصة. تمام. دي حاجة ملكي انا، ليا اسهم في البورصة، محتاج اسوقها زي وكلاء ايه، زي البروكرز وايه والكلام ده كله. تمام. طيب دي من الحاجات اللي انا ممكن، او بتندرج تحت الجزء ده، بتندرج تحت الجزء بتاع التخصصات وتحت الكلام ده. حاجة تانية الايه ممكن نشتغل عليها، المنظمات والشركات. خليها المنظمات، لان في شركات ربحية وشركات ربحية. تمام. المنظمات. تمام. اي حاجه زي الشركات مثلا، او المنظمات، الشركات الاستثمار، ولا شركات عامه، ولا شركات خاصه، ولا شركات حكومه والكلام ده كله. تمام. زي مثلا انت في شركه انا محتاج ابيعها مثلا. تمام. زي مثلا ايه الشركات. تمام. طيب هل كل الحاجات دي انا لازم اشتغل؟ لازم. انت بتفكر ايه الحاجات اللي انا ممكن اسوقها. انا دلوقتي عرفت انا كمسوق هبقى اعمل ده ازاي، وغير لما هبقى مسوق ايه الحاجات اللي ممكن اسوقها. ودلوقتي بتعرف ايه الحاجات اللي انت دورك ايه في التسويق، عرفنا دورك ايه في التسويق وايه الحاجات اللي انت ممكن تسوقها. انت لميت الجوانب كلها بتاعت المجال، فاهم الجزء كله كاساسيات، كاساسيات ايه بالظبط. تمام. يعني اللي عنده سؤال عادي جدا يكتبه بس في الشات، وانا بعد كل بارت نراجع الأسئلة علشان نشوف ايه اللي هنتناقش فيه. وكده كده بعد ما بنخلص بناخد بنقعد ندسكاس الكلام ده كله، ونشتغل على الايه الكلام ده كله. احنا قلنا بعد كده الأفكار، زي مثلا فكرة تسويقية او اختراع مثلا. تمام. الحاجات دي كلها او اختراع مثلا. تمام. او ان انا ايه اقدم ايه اختراع. تمام. وطبعا ايه معلومات، لو انا عندي معلومات معينه انا محتاج ان انا ايه اشتغل عليها واسوقها. طبعا معلومات غير الخبرات، خبره دي حاجه مارستها، معلومات انت عندك معلومه ذاكرتها، عرفتها، قريتها، شفتها، الكلام ده كله. تمام. ده كله ايه حاجات يعني اساسيه، زي مثلا معلومات زي ايه مثلا، زي المدرسين مثلا، هو عنده معلومات وبيبتدي يشتغل عليها ويدرس. تمام. طيب ده الجزء اللي احنا ايه كنت محتاجه تفهموه. تمام. خلينا كده نشوف مين اللي كان عنده سؤال. خلينا كده نشوف. تمام. مين كان عنده سؤال؟ الفكرة التسويقية اختراع؟ لا، هي الفكرة التسويقية مش اختراع، لأنها مش حاجة مخترعة، هي فكرة مش اختراع. اختراع دي لما تكون حاجة
لسه انت بتشتغل عليها جديد، حاجه انت لسه بتشتغل عليها جديد، وحاجه طالعه او حاجه منبثقه من اختراع اصلا موجود او فكره وملهاش وانت ابديت عليها، ضفت عليها حاجه جديده. هل ينفع اسوق لكل المنتجات ولا في معايير معينه؟ لا، انت ينفع تسوق لكل المنتجات، بس طبعا على حسب الشريعه والقانون بتاعت كل دوله. والله في دوله ممكن تسمح لك ان انت تتاجر في حاجات معينه ودوله لا وما الى ذلك، تمام؟ فعلى حسب طبعا، انت ممكن تسوق وتشتغل على اي حاجه طول ما هي احتياج، لكن طبعا على حسب الدوله نفسها، وهل الدوله بتسمح لك ان انت تسوق لده ولا لا، وانت وايه وعلى حسب الجزء بتاع الدوله اللي انت ايه شغال عليه، تمام؟ ده الجزء بتاع السكوب في الماركتنج نفسه والحاجات اللي انت ممكن ايه تشتغل عليها، تمام؟ والحاجات اللي انت ممكن ايه تخلي بالك منها. طيب خلينا كده نشوف الجزء التاني، خلينا نكمل كده الاسئله. ايه الحاجات اللي انت ايه طب اقدر اعرف الاحتياج ازاي بتاع، طيب تعالى كده نرجع اعرف ازاي احتياجات الناس في الجزء اللي احنا بنتكلم فيه في البيزكس عفوا الجزء بتاع البيزكس اوف ماركتنج، اساسيات التسويق، ان انا اشتغل ماركت ريسيرش، تمام، واشتغل كاستمر بيهيفير، واشتغل دراسه العملاء نفسهم. لازم ادرس العملاء نفسهم وادرس السوق عشان اقدر اعرف ايه احتياجات الناس وايه اللي موجود في الاسواق والشركات بتلبيه، تمام؟ ايه اللي موجود في الاسواق والشركات بتلبيه؟ يعني مثلا الناس محتاجه حاجه معينه، طب مثلا والله الناس محتاجه ان هي تشتري مثلا لنفترض الكمامات مثلا، تمام، الماسك، حلو، والله الناس محتاجه تشتري ماسك. طب الناس اللي محتاجه تشتري ماسك، هل الناس في السوق ده شركات بتقدر تشتغل على الماسك بشكل كافي يقضي احتياج الناس؟ لا والله ده لسه، ففي فرصه في السوق ان انا اشتغل. طب والله لا، الناس ما بقتش محتاجه ماسك، الناس محتاجه مثلا سانتايزر او محتاجه الكحول. طب انا ده احتياج موجود في الناس، تمام، خلاص انا عملت ريسيرش وشفت ان في 5 انواع، والخمس انواع مش مقضين الاحتياجات، في حين اللي بيحصل مثلا انتاج 100,000 قطعه شهريا، واحتياجات الناس او الناس اللي موجوده محتاجه مثلا في مصر 100 مليون، فيهم مثلا 70 مليون او 40 مليون ناس كبيره، فاوريدي هم من الناس اللي بتخرج شغلها او دراستها، فمحتاجين كحول، فكده الناتج الاجمالي الشهري مش مقضي، فانا ابتدي اخد شريحه معينه وابتدي نشتغل على ايه الاجزاء دي كلها. طيب انت الجزء بتاعك، التاسك بتاعك في الجزء ده ايه بالظبط؟ ان انت تشوف ايه الاحتياجات اللي موجوده في السوق، تمام، او المنتجات، وتبتدي تصنفها، تبتدي ايه تصنفها، تشوف والله انا لو اشتغلت على الجزء ده هيبقى خدمي ولا جزء اي نوع من انواع التسويق. طب انا لو هشتغل في مكان، تمام، المفروض الاجزاء اللي اشتغل عليها ايه، تمام، او انا المفروض لازم اخلي بالي من احتياجات الناس زي ما قلنا، والمفروض ايه طلبات الشركات، ايه طلبات ايه الشركات، تمام. طيب ده الجزء بتاع والمره الجايه او المفروض النكست ستيب هنتكلم عن الاحتياجات وانواع الاحتياجات. ايه انواع الاحتياج؟ هل في احتياجات اساسيه واحتياجات غير اساسيه؟ وهنتكلم عن موضوع الاحتياجات دي. طيب ايه تاني المفروض هنتكلم فيه؟ طبيعتك جوه الشركه نفسها، الجزء اللي احنا هنتكلم فيه طبيعتك جوه الشركه نفسها. طبيعتك جوه الشركه نفسها بيكون ماشي ازاي، او انت جوه الشركه المفروض بتعمل ايه؟ دي من الحاجات الاساسيه اللي لازم توضيح للتاسك رقم 2. طيب هقول لك التاسك رقم 2، هنا بنتكلم انا دلوقتي عندي هتجيب اكتر من منتج بيتباع، تمام، وتصنفه، هل المنتج ده منتج، تمام، ولا خدمة، تمام. طب منتج ولا خدمة، المفروض هو ايه بالظبط؟ هل هو بضاعة ولا خدمات، ولا هي خبرات، ولا هي اشخاص، ولا اماكن، ولا ايه بالظبط؟ تبتدي تديسكاس كده مع نفسك، حتى لو انت في مشوارك رايح الشغل، لو انت في مشوارك ورايح الشغل تبتدي تفكر كده، والله دلوقتي هل العربيات دي خدمات ولا منتجات؟ طب حلو، هي منتجات. طب المنتجات دي من لو انا هسوق للعربيات، المفروض هل هي بضاعة، ولا المفروض هي اماكن، ولا المفروض هي اشخاص، ولا المفروض هي شركات، ولا هي المفروض معلومة؟ طب انا لما اسوق مثلا ل
ازاي تتعلم سواقه ايه العربيات، زي ما هسوق ان انا مثلا، زي ما انا هسوق ازاي ان أكدوا معايا كده بس إنكم سامعيني. سوري يا جماعة أنا معاكم، بس هو حصل مشكلة كده. بس يعني أكدوا معايا كده، أنتوا سامعيني؟ تمام تمام تمام. آخر حاجة كنا واقفين عليها الجزء بتاع التاسك رقم 2، الناس اللي سألت على توضيح للجزء بتاع التاسك رقم 2. تمام. طيب الجزء بتاع التاسك رقم 2، إحنا بس بنفكر إن إحنا لو أنت عندك منتج، تمام، المنتج ده المفروض التفاصيل بتاعته ايه؟ لو انا مثلا عندي عربيه، طب العربيه دي المفروض تفاصيلها هي منتج، وايه الفرق ما بينها وما بين ان انا اسوق مثلا ازاي تتعلم سواقه العربيات. طب سواقه العربيات دي خدمه، تمام، مش منتج ملموس، انت بتتعلم حاجه معينه. طيب انما بقى العربيات، لا، العربيات هي منتج نفسه، هي منتج بحد ذاته، هي حاجة ملموسة أنت تقدر تقدم لها. فأنت المفروض تفهم الفرق ما بين إن كونك بتسوق لمنتجات وخدمات. طيب لو أنت بتسوق لخدمات، لو أنت بتسوق لخدمات، الخدمات دي إيه التفاصيل بتاعتها كخدمات؟ هل الخدمات دي هي خبرات أنت بتقدمها، ولا أفكار أنت بتطرحها، ولا معلومات أنت بتشتغل عليها؟ تمام. فانت هنا تبتدي تطلع كام منتج او كام خدمة وتبتدي تشتغل عليهم، تبتدي تشتغل عليهم، ايه الفرق ما بين ده وما بين ده، وهل لما اشتغل على منتج زي ما اشتغل على خدمة، ولا ايه الفرق ما بين ده وما بين ده، ودي ان انا افهم الفرق ما بين كل الكلام ده، او افهم الفرق ما بين هنا وما بين هنا. تمام. طيب خلينا كده نشوف في حد بعد حاجة تاني. طيب حد عنده أي سؤال في البورد ده أو في الجزء ده؟ في حاجات كتير بيبقى جارب منها خدمة وجارب منها منتج، ومش دايما يبقى
ايه؟ في حد بس بيسأل سالي تقريبا بتقول في حاجات بيكون جانب منها خدمة وجانب منها منتج، تمام؟ وهنا بقى الفكرة ان انت تطلع ايه الجانب الخدمي اللي انت بتقدمه والجانب المنتج. طب سالي كده مثلا ادينا مثال على حاجات من الحاجات اللي انت بتقوليها دي، سواء هي خدمة او اديني كده مثال. سيري مش عارف سامعاني ولا لأ؟ طب انتوا سامعيني؟ ثواني كده. طيب المطعم، ماشي. بص المطعم هو انت بتقدمي خدمة، تمام؟ كايه بقى خدمة بالظبط جوه المطعم؟ في منتجات انت بتقدميها، الاكل والشرب، تمام؟ لكن في جزء منها خدمي، تمام؟ زي بالظبط ما ادينا مثال العربيات، تمام؟ في جانب بيعي وفي جانب صيانة، تمام؟ فانت انا بقى منتجاتي الاستراكشر بتاعها ماشي ازاي؟ الاستراكشر بتاعها ماشي ازاي؟ هل انا بقدم خدمة والخدمة دي في منها جزء بطلع منه مبيعات وما الى ذلك؟ طب ده بيفيد في ايه؟ ده بيفيد لما انا بطلع فاليو بروبوزيشن او قيمه معينه ببتدي اشتغل عليها، قيمه معينه ببتدي اشتغل عليها. يعني انا مطلع قيمه للشغل بتاعي في الميزه مثلا ان انت لما هتتعلم مثلا عندنا، تمام، هتستفاد بشكل كبير جدا جدا من الاوفرز، تمام. طب هل الاوفرز ده هيكون على الخدمه ولا هيكون على المنتج؟ لا والله، ده الاوفر ده على ان انت تتعلم السواقه، مش على ان انت تتعلم العربيات نفسها او تاخد خدمه على اوفر على العربيات نفسها. طب هل انا لما اجي اركب مثلا فاليو بروبوزيشن او قيمه مختلفه للعميل بتاعي، يعني مثلا انا ممكن اعمل منتج واحط عليه خدمه مجانا، ممكن اقدم خدمه واقدم عليها منتج مجانا، زي مثلا زي ما قلنا مثلا مثال فودافون، انا بقدم بس ممكن تكسب مثلا هدايا، مثلا حاجات معينه تستلمها من الستور مثلا، تمام. وممكن انت لا انت ممكن تشتري، لو اشتريت من عندنا العربيه تتعلم السواقه مجانا، تمام. فالتفصيله دي بتفرق معايا ان انا بطلع ازاي القيمه المضافه لكل جزء منها. وممكن اكون بقدم او الشركه نفسها بتقدم حاجه، بس الحاجه اللي بتقدمها دي او المنتج اللي بتقدمه ده هو مقسم جزء منه خدمه وجزء منه سلعه، ما فيهاش اي مشكله. يعني انا ممكن اقدم الاثنين، ممكن اشتغل على الاثنين. هو البحث ممكن يخليه شركات ومنتجات، ولا هيبقى منتجات بعيدة عن بعيدة